Tipo. اهلا بيكم في فيديو جديد مع اسلام سعيد. النهارده احنا موجودين في منطقه جميره ريزيدنس، موجودين بالاخص في ذا بيتش، شاطئ هنا من اقرب الشواطئ بالنسبه لي. زي ما انتم شايفين هو ده الشاطئ، شاطئ كبير بقى طويل عريض، من احلى الشواطئ الموجوده هنا في دبي. فيلا نفرجكم على جوله في الشاطئ ده ويلا بينا. زي ما انتم شايفين هو ده اللي ورايا، شاطئ ذا بيتش، من احسن الشواطئ الموجوده هنا. شاطئ كبير جدا، في طبعا حواليه كل الخدمات زي ما انتم شايفين، كافيهات، الخدمات طبعا، حمامات كتير، شبابيك الحجز. صراحه هو يعتبر من افضل الشواطئ بالنسبه لي، والشواطئ اللي انا ببقى احب اجيها على طول. ووراك بقى الجي بي ار اللي هي انضف منطقه في دبي، مباني جي بي ار زي ما قلت لكم. فيلا بينا نكمل الجوله. خلنا بس نريح نضرب الايس كريم دي وبعد كده نكمل الجولة. Work here. Yeah? Work about the banana boat. How much per? 105 per person. 15 minutes. 100. Per about this one? Pedal boat. Yeah, half an hour. 150. 1 hour. 4 persons. 4 persons. About jet ski you have here? We have 200. We have half an hour. 25. 1 hour. 17. Okay, I will put my issues on back. Okay, I put one. Okay. Thank you.